اهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو جديد على قناه عبد الحق العلوي. اليوم غادي نديرو واحد الموضوع مدخل في دراسه التاريخ الاسلامي. علاش غادي نهضروا في التاريخ الاسلامي؟ حيت عنده علاقه وطيده بالتاريخ ديال المغرب. جاني سؤال في اون بريفي في فيسبوك وقالوا لي واش ممكن تهضر على التاريخ ديال المغرب. التاريخ ديال المغرب راه معروف جدا وحضاره قديمه جدا، والدوله المغربيه حاليا راه عندها اكثر من 12 قرن، راهي اقدم مملكه الكرة الأرضية حاليا. لنا الشرف أننا ننتمي للدولة العريقة والعظيمة والمجيدة جدا، وكنسأل الله عز وجل أنه يحفظ البلد ديالنا والأهل ديالو شعبا وملكا وشعبا. إذا دراسة تاريخ المغرب غادي نحاولوا نديروا له واحد المدخل عنده علاقة بدراسة التاريخ الإسلامي، يعني كيفاش بدأ الإسلام. وغادي تشوفوا بأن هذا الشيء راه سهل بزاف، وكاع الناس اللي عندهم مشكل في التاريخ كيجيهم المعلومات في التاريخ متلخبطة وداكشي داخل خارج وداكشي، اليوم ان شاء الله غادي تفهم بان راه التاريخ راه ساهل بزاف، خاص غير شويه ديال التركيز وتكون عندك واحد المنهجيه باش تشد المعلومات. المعلومات التاريخيه فيكون فيها تواريخ سنوات، تكون فيها اسماء وشخصيات، وشي يكون فيها شويه ديال الجغرافيا، يعني الحدود ديال المساحات ديال الدول كذا، هذه الدوله تقع وكذا هنا هنا هنا. دونك الا حاولنا نضبطوا هذه المسائل ما تلقاش صعوبه، غتولي تفهم التاريخ، تولي فين ما تقرا شي ايبيزود ديال التاريخ غتفهم فيه. انا ما تنهضرش كمتخصص ولكن كمحب للتاريخ، وكنحاول ما امكن نشاهد ونقرا ونفهم بزاف. اذا نحاولوا نرجعوا للسين تالور، نرجعوا للتاريخ. اولا اهم شيء ولا اهم حدث وقع هو تاريخ، وهو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، ولد عام الفيل 50 يوما بعد وقعه الفيل. وقعه الفيل راه معروفه جدا، مذكوره في القران، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، ان ابرهة الحبشي كان في الحبشه وانطلق بجيش عرمرم كبير ومعه الفيله متدربه على القتال، ومشى باش يهدم الكعبه. حيت بزاف ديال الروايات كتقول بان واحد من العرب كان مشى للحبشه، وكان ابرهة الحبشي كان دار لهم واحد الكنيسه كبيره تما بزاف، وناض ودار فيها واحد المسائل خايبه بزاف، يعني ما احترمش القدسيه ديال داك المبنى ديال داك الكنيسه. فما كان من ابرهة الحبشي الا انه مشى باش يغزي الكعبه وقال لهم انا غادي نرد لهم الصعصعين كيف ما هما دنسوا الكنيسه ديالنا، غنمشي انا نضرب لهم اهم شيء عند العرب وهو بيت الله الحرام اللي هو الكعبه حاليا. وداك الشيء اللي كان منطلق بالجيش من الحبشه. الحبشه راهي كاينه في افريقيا حاليا، ملي كتسمى الحبشه راه فيها اريتريا، في اثيوبيا، شوي من السودان، في كاين دابا حاليا القرن الذهبي في لا كورن دور اون افريك. دونك انطلق الحجاز، ملي كتسمع مكه والمدينه هذيك الارض كتسمى ارض الحجاز. حاليا المملكه السعوديه راه فيها مقسومه على جوج، فيها ارض الحجاز وفيها ارض نجد. نجد هما الارض اللي قريبه للعراق، والحجاز هي اللي من هنا، يعني مكه والمدينه كاينه في الحجاز. انطلق الحجاز ومشى للمسجد الله الحرام في مكه باش يهدم الكعبة، ولكن الله عز وجل كان له رأي آخر لأنه تكلف حماية البيت ديالو. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد 50 يوما بعد وقعة الفيل، يعني ملي وقعت وقعة الفيل الميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيناتهم 50 يوما، وهذه فيها إشارة أن الله عز وجل حمى البيت لأنه تعهد بالحماية ديالو، أنه أول بيت وضع للناس. وثانيا قال كيف يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ملي غيجيو جيش باش يهدموا الكعبه غادي يسبيو العيالات النساء اللي كانوا تما، ومن بينهم ام النبي صلى الله عليه وسلم هي امنه بنت شوى، يعني راه لا يعقل انه يسبيوها ويدوها للحبشه ويتزاد النبي صلى الله عليه وسلم في الاصل. يعني الله عز وجل دخل وتكلف، يعني 50 يوما زاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. دابا هذه اهم معلومه خصكم تعقلوها، ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. من بعد ملي تزاد النبي صلى الله عليه وسلم الوالد ديالو عبد الله كان مات ديك الساعات، امه امنه غادي تموت وهو عنده 6 سنين. من بعد تكلف به الجد ديالو غادي يموت، من بعد غيتكلف به عمه ابو طالب غادي يموت. كان زوج خديجه رضي الله عنها، ولد مع جميع الاولاد ديالو من غير ابراهيم اللي ولدو مع ماريا القبطيه. هادشي اللي خصنا نعرفو، دابا هاد المعلومات راه سهله جدا. النبي صلى الله عليه وسلم تبعت ولا نبي وهو عنده 40 عام، نبئ او اي
ولا نبي ملي نزلت عليه الايه ديال اقرا باسمك ربك الذي خلق، ثم ارسل ب الصوره اللي غادي يولي بها رسول حيت فلو كان النبي من بعد يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. ثم ولا رسول يعني ولا مامور بتبليغ رساله، فاش كان النبي في الاول ما كانش مامور بتبليغ رساله، كان مامور انه يبلغ الناس الاقربين اللي كيعرف العائله ديالو الاصدقاء ديالو، منه دخل ابو بكر الصديق ودخلوا الكبار الصحابه الاول. من بعد ولا نبي، من بعد ولا رسول صلى الله عليه وسلم. غايقوا بزاف ديال الاحداث، انا كنعطيكم نحاول نعطيكم واحد لو فيل هيستوريك يعني خط الزمن، حاول تشدوا في عقلك باش تولي شاد التاريخ. يعني زاد عام الفيل ملي ولا عنده 40 عام ولا نبي، من بعد رسول، من بعد غتجي واحد الحدث مهم جدا في التاريخ الاسلامي اللي هو الهجره، واللي هو حنا تنارخوا به المسلمين التاريخ ديالهم تنطلق ولا كيعتمد بالاساس على حدث الهجره، ماشي بحال الديانات الاخرين والاقوام السابقين اللي كانوا كيارخوا مولد الانبياء ديالهم. النصارى كيارخوا بميلاد المسيح عليه السلام، واليهود كذلك، الا المسلمين ما تيارخوش ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، والا كنا غنبداو نارخوا ونتبازوا على عام الفيل ومشي داكشي اللي وقع، وما تبازيناش حتى على التاريخ ديالو انه نبئ يعني النهار اللي ولا نبي او بعث للعالمين، ولكن يوم الهجره. اذا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكه الى المدينه وهو عنده 53 عام، يعني قضى 13 عام في مكه كيدعي الناس للاسلام. ملي استعصى عليه الامر وما قدروش المسلمين انهم يبلغوا الرساله ديال الله عز وجل، هنا جاء الامر الالهي باش انهم ينتقلوا من مكه للمدينه. وهذا حدث تاريخي، وهذا حدث فيصل في تاريخ الاسلام، بل في تاريخ البشريه جمعاء. بعد 13 عام في مكه جاء الاذن من الله عز وجل انه يهاجر للمدينه. دابا حنا عرفنا انه تزاد عام الفيل، نبئ وهو ابن 40، هاجر من مكه للمدينه وهو عنده 53 عام، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده 60 عام، يعني قضى 10 سنين في المدينه. باش علاش ضروري ذكرت لكم الهجره؟ حيت فيها بزاف ديال الاشياء غتولي تفهم. الايات القرانيه او القران اللي كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجره، اي في مكه، في مكه وحتى الا كان خارج من مكه، هذا كيتسمى القران او الايات المكيه، يعني اي ايه نزلاش قبل الهجره تعتبر ايه مكيه، واي ايه نزلاش بعد الهجره تعتبر مدنيه. وهنا الفرق، حيت الناس بزاف تيغلطوا تيسحبوا الايات المكيه ولا الصور المكيه هما اللي نزلوا في مكه، ماشي شرط، ولكن المفسرين المؤرخين يقول لك ان القران المكي هو الذي نزل قبل الهجره، القران المدني هو الذي نزل بعد الهجره. اذا كما باش نحاولوا نختصروا ونرجعوا للتاريخ، دائما تخيل لك خط الزمن، عام الفيل 40 عام تبعت، 53 عام هاجر، 63 عام مات عليه الصلاه والسلام. ثم ملي مات النبي صلى الله عليه وسلم طلع الخلافه ديالو ابو بكر الصديق، ولا هو خليفه رسول الله، ولا هو الخليفه ديال المسلمين، هو اللي كيامر وكينهى وتبع على النهج ديال النبي عليه الصلاه والسلام، وخلفهم مده عامين تقريبا، حتى هو مات على 63 عام. من بعد غادي يطلع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، غيولي هو غيسميه امير المؤمنين، اول مره يتلقب امير المؤمنين، وهو كان ضد هذا الاسم للاشاره، ولكن ملي جاو عنده الصحابه قالوا لي راه سميناك امير المؤمنين، ماشي اننا اخترعنا هذا الاسم، ولكن ما جاش نقولوا لك يا خليفه خليفه رسول الله، جات امير المؤمنين مزيان، اصلا حنا مؤمنين وانت امير ديالنا، قال لهم ما كاين باس. سيدنا عمر رضي الله عنه في العهد ديالو او قبل، في عهد ابو بكر الصديق، العام الاول اللي دوز في حكم المسلمين كان دوزو معروف في التاريخ كيتسمى حروب الرده. فديك العام فاش مات النبي صلى الله عليه وسلم بزاف القبائل ارتدات على الاسلام وحاولوا، يعني كاين اللي مابقاش كيصلي، كاين اللي منع مواسم الحج، وكاين اللي منع الزكاه، وكاين وكاين وكاين. وسيدنا ابو بكر الصديق قال لك لا والله لا اقاتلن من اقواما فرقوا بين الصلاه والزكاه. سيدنا ابو بكر الصديق دوز العام الاول كامل وهو تيقمع في حروب الرده ديال القبائل التي ارتدت. في العام الثاني غادي يرسل جيش لبلاد فارس وجيش لبلاد الشام، يعني من المدينه النبويه انطلقوا جيشان، وهذا كيتسموا في التاريخ فتوحات الاسلام، الفتوحات الاسلاميه. هذا اول مره انطلق جيش بقياده المثنى بن حارثه
من بعد غادي يصيفط ليه سيدنا ابو بكر الصديق خالد بن الوليد ونطلق بجيش للشام. وديك الجيش هو اللي كان ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت غزوه مؤته غزوه تبوك عفوا، وكان ولا عليهم اسامه بن زيد رضي الله عنه، وكان غلام كان عنده 17 عام. يعني في عهد ابو بكر الصديق بدا ما يسمى بالفتوحات الاسلاميه، يعني طلق جيش المسلمين الفارس، من اسمها فارس هي ايران حاليا، يعني من العراق حتى ايران وحتى غادي. كانت امبراطوريه عظيمه جدا وكبيره بزاف، وكانت عندهم اكثر من 1000 عام ديال التاريخ. وفي المقابل في بلاد الشام اللي مشاو يفتحوها كانوا حاكمينها الروم. الروم هي الدوله البيزنطيه اللي كنت تكلمت لكم عليها في الحلقه الماضيه، الحلقه ديال الايه صوفيا، وهضرنا على البيزنطيين وقلنا دائما ملي تسمع الروم راه عرفنا هما البيزنطيين وهما نصارى ارثوذكس، وهما كانوا حاكمين الغرب كامل، يعني من الشام مصر حتى الاقصى المغرب، وكذلك في اوروبا من بلاد اناضول اللي هي تركيا حتى شبه الجزيره الايبيريه. هادشي كامل كان تحت الحكم البيزنطيين، وفي المقابل كان الحكم ديال الفارسيين مع دولة بني ساسان، كانوا الساسانيين. فملي مات ابو بكر الصديق رضي الله عنه تولى الخلافة عمر بن الخطاب وكمل في الفتوحات، يعني بقى كيرسل المدود للجيوش اللي في فارس وفي الشام. وفي ظرف 10 سنوات فارس غادي تفتح كامل، غتولي دولة فارس كاملة، ديك الحضارة اللي دامت اكثر من قرن عفوا، ولات كلها تدين بالاسلام، ولاو غالبيتهم مسلمين. وفي نفس الوقت في بلاد الشام غادي تفتح كامله تقريبا من غير بلاد اناضول. بداو فعل عمر بن الخطاب الفتح ديال بلاد الشام، ودخلوا في مصر، تفتحات مصر بقياده الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، حتى لمدينه برقه. برقه كاينه حاليا في ليبيا. والحدث اللي غادي يوقع هو ان من بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه غادي يقتلوا ابو لؤلؤ المجوسي، غادي تولى الخلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه، ودام الحكم ديالو تجاوزها 10 سنوات، وغادي يتقتل، غادي يقتلوه الخوارج وبعض الانقلابيين غادي يقتلوه رضي الله عنه. وهنا ولات خلخله في الدوله الاسلاميه. الدوله الاسلاميه ديك الساعه كتسمى دوله الخلافه الراشده نسبه للخلفاء الراشدون اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابو بكر عمر عثمان وعلي. من دابا حنا نرجعوا عاوتاني لخط الزمن، دائما ملي تحل رجع لواحد الخط كتبوا في ورقه وسميه خط الزمن. عام الفيل 40 عام الهجره، موت النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر الصديق، ثم عمر تقريبا شي 13 سنه، ثم عثمان، ثم علي. في عهد عثمان ملي غادي يحكم عثمان رضي الله عنه بقات كتكبر الدوله، كبروا توسعات في جهه الشرق، وصلوا حتى تقريبا حدا بلاد الصين، وطلعوا شويه في بلاد الاناضول، وحاولوا يفتحوا القسطنطينيه ديك الساعه ما قدروش. وقلت لكم في الجهه المقابله ملي كانوا غادي يفتحوا في المغرب الاقصى اللي هو من مصر حتى غادي كتسمى المغرب المتوسط، المغرب الاقصى، غادي يموت سيدنا عثمان بن عفان. وهنا المسلمين ولا عندهم قلاقل داخليه، يعني خصهم يجريوها عاده باش يكملوا الفتوحات، ولهذا ما كملوش الفتوحات في بلاد المغرب، تحبسات. وطلع علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وكانوا مشاكل مع بين علي بن ابي طالب بن معاويه، وكان واحد ما يعرف القصه معروفه جدا، والخلاف الذي نشا بين معاويه وبين علي على قتله عثمان. سيدنا معاويه بن ابي سفيان كيقول لهم ضروري خصنا ننتقموا من قتله عثمان، علي بن ابي طالب كيقول ليه بلاتي ماشي دابا خصنا نطريتو، حيت الا قتلناهم دابا كل واحد مورا عشيره ومورا قبيله غادي يوقعوا مشاكل. ولهذا سيدنا علي بن ابي طالب اللي طلع للخلافه بايعوا جميع الناس من غير اهل الشام، اللي كان عثمان هو الامير ديال الشام، معاويه بن ابي سفيان كان اميرا للشام، فامتنع قال ليه لا انا ما غاديش نبيعك حتى نقتصوا من قتله عثمان. وبقى النزاع قائم حتى توفي علي رضي الله عنه، وطلع الحسن بن علي رضي الله عنه وتولى الخلافه مده 6 اشهر ثم تخلى عنها. وبذلك هنا غادي ندير واحد بوز في التاريخ، وغادي يسالي الدولة الراشدة، وغادي تبدا الدولة الأموية نسبة إلى بنو أمية، حيت معاوية بن أبي بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان من بني أمية، قبيلة بنو أمية قرشية. ففي عهد بنو أمية هنا غادي يكملوا الفتوحات اللي كانت بدات في بلاد المغرب،
وغادي ينطلقوا من برقه وغادي ينطلقوا حتى لافريقيا. افريقيا هي تونس حاليا، شحال هذه كانت كتسمى افريقيا. وهنا غادي يكملوا التاريخ، يعني في ذلك الزمان في عهد الامويين وخاصه في عهد عبد الملك ابن مروان غادي تفتح المغرب وغادي يبداو الحملات، الحمله الاولى والحمله الثانيه والحمله الثالثه. وتعاقب على هذه الحملات بزاف ديال القاده الاسلاميين او المسلمين، منهم حسان بن النعمان وموسى بن نصير. وقلنا قبل راه اللي بدا الاول هو عقبه بن نافع ابن خال او ابن خالة عمرو بن العاص. عمرو بن العاص فتح مصر وحبس، وبدا عقبه بن نافع من موراه، وصل حتى الاسفي ورجع فقتل في مدينه تلمسان. ثم رجع من موراه قائد ثاني وهو حسان بن النعمان، ثم جاء قائد ثالث وهو موسى بن نصير، واللي كان على راس الحمله الامويه والاسلاميه اللي غادي تنطلق من المغرب للاندلس بقياده طارق ابن زياد المغربي. كنظن اننا درنا واحد النبذه تاريخيه. اللي عنده شي سؤال يدير لي كومونتير ويقول لي السؤال اللي بغا، ما كاينش مشكل. ونحاول المره الجايه ان شاء الله في الحلقه الجايه نتوسعوا اكثر في الفتوحات الاسلاميه ديال المغرب، ومن بعد نهضروا على الدوله الادريسيه، نبقاو غاديين في التاريخ حتى للزمان ديالنا. خليت لكم الراحه، السلام عليكم ورحمه الله.